السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيهاب الصرفندي من قناة إيهاب بلس. هذه القناة، هذا الفيديو الأول فيها لهذه القناة. هذه القناة تهتم بالتكنولوجيا أيضا، وقناة إيهاب تي في تهتم بالتكنولوجيا، وقناة إيهاب بلس هذه القناة الثانية لقناة إيهاب الصرفندي. اليوم بدنا نحكي عن حاجة مهمة جدا، وهذه الحاجة بتهمكم كلكم، أي واحد بيجي يشتري موبايل لازم يعرفها، او اي حتى لو انه ما بده يشتري موبايل لازم للمعرفة انه يعرفها، لانه في شغلة مهمة جدا بدي احكي عنها بتغيب، او ما ناس بتعرفها، او ما في ناس ما بتهتم، او ناس ما بتقدر تعرف. فانا اليوم بدي اجي اعرفكم اياها، اللي هو اليوم احنا من نيجي نشتري موبايل، نشتري الموبايل بشاحنه، وصلة الشاحن والسماعة وباقي مستلزماته. فاليوم بدنا نيجي نتعرف على الشاحن الاصلي والشاحن المش أصلي لأجهزة أو لشواحن شاومي. في عنا في الشاشة زي ما انتم شايفين في عنا حوالي 40 شاحن. هاي عنا هنا عنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 5 40 شاحن. من بين الأربعين شاحن هدول الشواحن فيهم شاحن واحد مش أصلي زي ما انتم شايفين. الشاحن المش أصلي بدنا نيجي نطلعه، واليوم نيجي نفرق بين الشاحن الأصلي والشاحن المش أصلي. الشاحن الأصلي طبعا له عملية شحن، والشاحن المش أصلي له عملية شحن. ايش الفرق بين الشاحن الأصلي والشاحن المش أصلي؟ الشاحن الأصلي بيدوم معك، ها فكر واسمع كويس، الشاحن الأصلي بيدوم معك فترة طويلة وما بيخرب، طالما ما فيش عوامل خارجية ما بيخرب، ما جهوش كهرباء عالية ما بيخرب، ما وقعش انكسر ما بيخرب. لكن الشاحن التجاري بيخرب، بيقعد معك فترة قصيرة وبيخرب، وممكن يخرب من الطريق. والشاحن الاصلي ما بيشحن، الشاحن اللي مش اصلي ما بيشحن زي الشاحن الاصلي. في شواحن بيقول لك نخب اول، والشاحن الاصلي اللي انا بحكي عن شاحن اصلي الشاحن اللي بيجي مع الموبايل. فاليوم لو جينا اطلعنا على هذه اللي هو الشواحن الاربعين، بدنا نيجي نطلع من بين الاربعين شاحن، بدنا نطلع الشاحن المش اصلي ونشوفه وين هو، وعفرق لكم بين الشاحن بين النوعين من هذه الشواحن. اول حاجه هي عندنا الشواحن، الشاحن مش اصلي، مش عارف اذا في حد ملاحظ شغله، بدنا نطوله هلقيت مع بعض. هي هذا الشاحن شايفينه، هذا الشاحن خلينا نطلعه. اول حاجه انتم ملاحظين شغله، خليك اطلع زباين الشغله هذه. اول حاجه انه الشاحن هذا ماله منخفض، في هنا ايش منخفض عن الشاحن عن بقيه الشواحن. نطلع الشاحن هذا ونطلع الشاحن هذا. الشاحنين هيهم لونهم زي بعض، تمام. هدول الشواحنين الشاحنين بيختلفوا عن بعض، فيهم واحد اصلي واحد مش اصلي. ايش اصلي؟ يعني بيجي مع الموبايل في كرتونته، بكون من الشركة رسمي. وفي نخب اول بيجي مصنع انه شبه الاصلي، ما بتفرقوا زي الدولار المزور والدولار الاصلي. فليجي لو اطلعناها بين هدول الشاحنين، بنلاحظ انه في فروقات بين الشاحن الاصلي والشاحن المش اصلي. اول حاجه الشاحنين هدول مش قد بعض في الطول والعرض، او في العرض يعني، خلينا نشوفهم نقيسهم. لاحظ الطول والعرض، الطول هاي ومن هنا زي بعض، ومن هنا بيختلفوا ومش قد بعض. هايهم مش قد بعض برضو، هايهم مو هم قد بعض. خلينا نحطهم بس نثبتهم هنا هيك، او ممكن تحطهم هيك. مش قد بعض الشحنين من فوق في الطول. بدنا نيجي نفرق بينهم، هيهم قدامكم. عندنا هنا في ايش؟ ايوه خلينا نوضح الصورة. لاحظ انه هنا في عندك شاومي، وهنا كلمة شاومي، وهنا كلمة شاومي، وهنا الكلمة هذه وراها خلفية غامقة، وهنا خلفية تبيضة. ولاحظ هنا في عندنا علامة الكيو ار، وهنا علامة الكيو ار،
وهنا الاثنين مكتوب عليهم ميد ان شاينا نفس الشيء. البراغي اللي فوق، ملاحظين البراغي اللي فوق، البراغي هان يختلف عن البراغي اللي هان، تمام؟ هاي هنا البرغي هذا والبرغي هذا زي بعض، تمام؟ والبرغي هذا والبرغي هذا زي بعض لكن بيختلفوا عن بعض. يعني عندنا الطول بيختلف، البراغي بيختلفوا. طبعا الحين انا بشرح ومش الحين هقول لكم وين الاصل ومش اصل، لسه احنا بنحكي عن الاختلافات. والاثنين ميد ان شاينا والاثنين مكتوب عليهم شاومي، وعندنا هنا الكيو ار وهنا نفس الاشي، وهنا الكلام اللي هنا مش موجود هان، ها مكتوب عليه ديبيتور، وعندك كل اشي. يعني طلع ملاحظ انه في فرق، هيك صار في فرق لما اجي توضحت، الحين صار عندك في فرق بين الاثنين. هنا لاحظ علامة كلمة شاومي هنا كيف غامقة، هنا كيف تختلف كلمة شاومي، هنا كمان والطول طبعا بيختلف. لاحظ هنا، لاحظ هنا انه في عنا اللون هذا واللون هذا، اللونين مالهم؟ اللونين مختلفات، اللون اللي هان واللون اللي هان. لاحظ انه هذا اللون ابيض معاه جاي مع كله جاي معاه اللون ابيض، هذا اللون مش ابيض مايل للسكني او للرمادي، وهذا ابيض. هذا كله هنا الملمس، لو جيت حطيت اصبعك هان الملمس بتلاقي انه فيها هنا بين هذا وهذا زي نازل لتحت شوي، يعني منخفضة هذه المنطقة، منخفضة هذه المنطقة، مستوى واحد هذه المنطقة، مستوى واحد وهذه المنطقة منخفضة. الان بدنا نقول وين الشاحن الاصلي. ملاحظ انه هنا هذا الشاحن اللي لونه زي هيك، لونه على رمادي شوي، هذا هو الشاحن الاصلي اللي جاي، هذه كلها مستوى واحد، هذا هو الشاحن الاصلي. وكمان لو طلعنا هنا لاحظ انه هنا الكلام يختلف عنه، والبراغي هذول يختلف، هذا الشاحن الاصلي وهذا الشاحن التجاري. لاحظ هنا كمان هيات برضو اصلي، هذول كلهم اصليات الموجود ما عدا هذا عشان جبت اشرح عليه. كمان هذا في أجهزة أو في شواحن الشاومي، لو جينا لاحظنا كمان برضو بيجي أنواع تانية للشواحن الشاومي. هاي كمان هدول الشحنين، هدول نظام تاني، طبعا هدول 10 واط، هذا الشاحن أصلي، هذا الشاحن أصلي. سيبك من الطول مفيش مشكلة، بس الاثنين هدول ايش؟ اصليات. هيهم لاحظ عليهم، هدول الشحنين اصليات والاثنين 10 واط، شحنين عاديات مش سريع، هذا 10 واط وهذا 10 واط، هيهم قدامك. مدخلهم يختلف، هذول برضو اصليين. نجيب كمان نوع ثالث، وهي كمان نوع ثالث. الشحنين هذول، هل تعلم ان هذول في واحد اصلي ومش اصلي؟ هاي ترى كيف شكله، اكيد هتعرفوا الاصلي مش من الاصلي، ممكن تلاقوا علامة معينة تعرف فيها الشاحن الاصلي مش من الاصلي. طبعا هم بيضلهم يغيروا احيانا في الشواحن اللي مش اصليين، بيضلهم يغيروا فيهم ويبدلوا، يعني ممكن على المره هذه يكون في علامه، المره الجايه يكون في علامه ثانيه، انت احفظ الشاحن الاصلي وبس. هنا الشحنين هذول، هذول الشحنين، هذا الشاحن اللي فوق اصلي وهذا اللي تحت مش اصلي، هذا الشاحن اصلي وهذا مش اصلي. طلع ليش بيختلف؟ الطول قد بعض لكن العرض مش قد بعض، هاي العرض. لاحظ انه زي ما حكيت انا قبل شوي وقلت هاي العرض، شايف العرض؟ العرض هيو، ها العرض مش قد بعض، ها العرض مش قد بعض. لاحظ هنا اللون بيختلف، اللون هذا لون مايل الى الرمادي، وهنا اللون ابيض كله في بعضه، هذا الابيض ومجور بكون تجاري، اما اللي بكون مستوى واحد هي هذا مستوى واحد بكون اصلي، هذا اصلي هذا تجاري. لكن بيختلف، يعني بيجي واحد عادي بيقول لك هاي شاحن بحطه بدل الشاحن الاصلي وببدله،
وش الهدف من تبديل الشواحن؟ انه بيكسب فلوس اكتر. صاحب المعرض ممكن او صاحب المحل يبدل الشاحن الاصلي ياخذه ويحط بداله تجاري. ليش؟ لانه بروح ببيع الاصلي بسعر اكتر، وممكن ينزل لك في سعر الموبايل، ينزل لك سعر حاجه معينه يقول لك انا مراعيك، ويبدل لك الشاحن، يبدل لك الوصله، وهكذا. هذا الشغل بصير مع اصحاب المعارض. اذا هذا الشاحن الاصلي وهذا التجاري. هذا علامة شاومي هنا موجودة، أنا فيش علامة شاومي، مكتوب شاومي لكن ما في علامة شاومي، هذا هو الأصلي. خلصنا من هدول، وهنا خلصنا. وهذا برضو الشاحن كمان، هذا إيش الشاحن؟ خلينا نتعرف عليه، برضو مش أصلي. وبهيك بكون أنهيت فيديو اليوم اللي بيحكي عن فرق بين الشاحن الأصلي والشاحن المش أصلي في بعض شواحن شاومي. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وإلى لقاء في فيديوهات أخرى. بس بدنا منكم عاد تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا إعجاب للفيديو، لأنه لقدام هعمل فيديوهات كتير عن بخصوص هذا الموضوع، وبخصوص عملية الشواحن الأصلية، شواحن تجارية، وحاجات كتير تقنية في هذه القناة، قناة إيهاب بلس. وإن شاء الله لنا لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.